طيب نكمل بقى بشمهندسين. اول خطوه معانا هي حساب ابعاد الاوعاد، الكونكريت دايمنشن. خلاص. طيب اول حاجه يا هندسه، احنا هيكون معانا ايه في الاوعاد، في تصميم الاوعاد المشتركه؟ معانا عمودين، كل عمود عليه حمل، صح كده يا هندسه؟ هنسمي العمود ده العمود رقم واحد، تمام، والحمل اللي عليه هيكون بي واحد، خلاص، وده بي اتنين. خلاص يا هندسه، انا كل اللي انا عايز احسبه، انا معايا قاعده اهوت يا هندسه، محتاج احسب الطول ده والطول ده. اول حاجه بنروح نحسبها ال ال الطول، خلاص. طيب نحسب ال ال ازاي يا باشمهندس؟ اول حاجه بروح اعملها باخد محصله الاحمال، يعني بروح احسب الار، هنسميها هنا الار، تمام. الار ديت تساوي ايه؟ طبعا تساوي بي واحد زائد بي اتنين، تمام. وزي ما قلت لك في القواعد المشتركه، الكونسبت في التصميم بتاعها ان احنا نخلي السنتر اوف لود، تمام، مع السنتر اوف اريا بالظبط، خلاص. فكل شغلنا هيكون على ايه؟ على السنتر اوف لود، تمام، اللي هو مركز محصله الاحمال. خلاص يا باشمهندس. طيب انا دلوقتي انا حسبت المحصله مثلا. طيب مثلا لو هنا 50 طن وهنا 50 طن، تمام، المحصله هتكون في النص بالظبط، صح كده يا باشمهندس؟ طب لو دي 70، المحصله هتكون الناحيه دي شويه، تمام، ناحيه ال 70 شويه، صح كده يا هندسه؟ حلو. انا لما حسبت يا باشمهندس المحصله بتاعتهم اللي هو ايه، ار بي 1 زائد بي 2، هل انا عارف مكانها فين بالظبط؟ انا مش عارف، لازم انا اعرف مكانها عشان اروح اخلي السنتر اوف اريا بتاعي في نفس المكان، صح كده يا باشمهندس؟ طيب اعرف مكانها ازاي يا باشمهندس؟ هروح اخد العزم. طب لو خدت العزم مثلا عند النقطه دي، يعني انا دلوقتي معايا ايه، لود هنا ومعايا لود هنا، اخد العزم هنا يا باشمهندس، فهجيب ايه لما اخد العزم هنا عند السنتر لاين بتاع العمود ده؟ هجيب ايه؟ هجيب اكس. اكس ديت بعد المحصله عن ايه؟ عن بي 2. خلاص يا باشمهندس. فانا قايل لك هنا ايه، بناخد العزم عند العمود ايه، 2، تمام، عشان نجيب مركز تاثير المحصله اكس. خلاص يا باشمهندس. طيب فنقول ايه الاول يا باشمهندس؟ العزم، اي عزم يا باشمهندس، ايه قوه في ذراع العزم، تمام. فانا عندي هنا قوه اهو، خلاص، فاقول ايه، قوه في اكس، ده اللي انا عايز اعرفه، بعد الاكس، تمام، يبقى ار في اكس، تمام، يبقى ايه، ار في اكس، تمام. خلي بالك ان مثلا ده بيلف في ايه، في الاتجاه ده، تمام، وده كذلك بيلف في الاتجاه ده، تمام. فهنقول ايه، فهنقول زائد بي واحد في المسافه ديت يا باشمهندس، اللي هي بتكون اس، بنسميها اس، المسافه من السنتر لاين العمود ده للسنتر لاين العمود ده، تمام. القوه هي في ذراع ايه، في ذراع العزم، وطبعا دي بتكون موجوده عندنا في المخططات، لو قست يا باشمهندس البعد ما بين السنترين، خلاص. خلاص يا باشمهندس. طيب انا عندي قوه تانيه يا باشمهندس، ما عنديش، خلاص، يبقى القوه ديت، تمام، العزم ده هيكون يساوي العزم ده، فنقول ايه، ار في الاكس تساوي ايه، تساوي بي واحد في الاس. خلاص يا هندسه، كنا بنقول ايه، ده زائد ده، هنود بقى ده الناحيه الثانيه، فيكون ايه، يساوي يعني. خلاص يا باشمهندس. طيب انا معايا الار ومعايا البي ومعايا الاس، اقدر اجيب الاكس، يبقى الاكس ديت يا هندسه بعد مركز المحصله، تمام، عن بي 2، خلاص، البعد ده يا باشمهندس. خلاص يا هندسه. طيب انا جبت البعد ده يا باشمهندس، حلو الكلام. عشان اجيب بقى بقيه ابعاد القاعده، مش انا قلت لك يا هندسه ان احنا هنخلي مركز محصله الاحمال في نفس مكان السي جي بتاع القاعده؟ خلاص يا هندسه، يبقى ايه، يبقى كل حاجه هاخدها الناحيه دي هاخد زيها الناحيه التانيه، خلاص. يبقى اقدر الاول ان انا احسب نص ابعاد القاعده لغايه هنا، يعني الطول ده كله كده يا باشمهندس لغايه هنا كده يا باشمهندس، وبعد كده اضربه في اتنين، صح كده يا باشمهندس؟ طيب فهنقول ايه، فهنقول نص ابعاد القاعده، تمام، يعني هنا قايل لك ايه، ال رينفورس الكونكريت على اتنين، يعني نص ابعاد القاعده المسلحه او نص طول القاعده المسلحه يساوي ايه، هيساوي ايه، هيساوي الاكس اللي احنا جبناه، طو بعد المركز المحصله عن السنتر لاين العمود ده، تمام، زائد الحته ديت يا باشمهندس، طبعا ديت الاكس ديت عن السنتر لاين، بعدها عن السنتر لاين، هزود نص بعد العمود اللي هو ايه على 2. خلاص يا هندسه. تمام، زائد بيكون عندنا رفرفه، الرفرفه ديت قال لك يا هندسه، قال لك هنفرضها من 50 سنتي لايه، 100 سنتي، يعني ايه، من نص متر للمتر، افرضها زي ما انت عايز. خلاص يا باشمهندس، هنفرضها وهنشوف مبدئيا كده، يعني فرض مبدئي، هنشوف بعدها ايه، هل مناسب الفرض ديت ولا القاعده انصيف مثلا في الاستريس، فساعتها عن ايه، هنكبر الابعاد. خلاص، يبقى ايه، يبقى اكس زائد ايه على 2 زائد من 50 ل 100 سنتي. خلاص يا هندسه. طيب يبقى احنا كده جبنا ايه، نص القاعده المسلحه، تمام. طب عشان اجيب القاعده المسلحه يا باشمهندس كلها، تمام،
القيمه اللي هتطلع لنا هنا يا باشمهندس هنضربها ايه في 2 طبعا، ايه هنودي الاثنين دي الناحيه الثانيه، يعني هنضرب طرفين في وسطين، هيبقى ايه ال ال رينفورس الكونكريت في طرف، نجيب هنا منها ابعاد الاعاده. يبقى انا كده جبت الطول، يبقى انا كده يا باشمهندس كده جبت الطول، بس انا عايز اجيب العرض. طب انا مش معايا التوتال رياكشن اللي هو الار، تمام يا هندسه؟ الار ديت مش انا قلت لك يا هندسه عشان نجيب الاريا في الاوعد المنفصله عادي، الاريا تساوي ايه؟ تساوي البي على الكيو الاوبل، تمام؟ طب انا معايا ار، تمام؟ هنشيل البي هنحط ايه المحصله، انا دلوقتي عايز اجيب ايه ابعاد القاعده الكليه، خلاص. فهنقسم الار يا باشمهندس وركينج على الكيو الاوبل، يطلع لنا اريا. طب مش اي اريا يا باشمهندس تساوي طول في عرض ال في بي، ال في بي تساوي ايه، صح كده يا باشمهندس؟ طيب انا معايا ال ال ومعايا الاريا، اقدر اجيب البي، اقدر اجيب البي، يبقى ساعتها البي تساوي الاريا على ال ال، خلاص يا هندسه زي الفل. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت ابعاد القاعده بتاعتي، القاعدة المشتركة بتاعتي.